كانت فيها افراح امه الهلال. الكره الماضيه مرت وتحولت لمصلحه فريق فايبر زليوغاندي، تعود للهلال وليد الشعله يلعب كره تعود لمحمد موسى الضيف، تلغى لمحمد موسى خطيره في المرمى. با 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 جول 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 الضي جول الضي با 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 هدف صفق. نعم صفق يا ميدو، صفق يا غربال. الضي سجل الاولى، الرقم 10 يسجل الاول للهلال، هداف الهلال في البطولات الافريقيه. غاب الهلال في الشوط الاول، حضر الضي في الشوط الثاني، سجل الضي الهدف الاول لمصلحه فريق الهلال. باليسرى وضع الكره في المرمى، يضع باليسار، يرقص باليمين، يميل يسارا نحو الكورفا، يميل يمينا نحو الجمهور والاستاد خالي، ولكن الهلال في المقدمه ومحمد موسى يضع الهلال في المقدمه. الضي من كره معلم، من ضربه معلم، اتدلع يا معلم، اتدلع يا معلم، وضربه معلم وكره معلم، الهلال في المقدمه بهدف اول. هلال الابطال يصل لمرمى فايبرز من هذه الكرة، يضع الضي الكرة في المرمى، يواصل من سجل في أغلب أو جميع مباريات الهلال في دوري أبطال إفريقيا في العام الماضي، يواصل